هي شغلة بالمراجل يشتغلون بالدواجن، ما عندنا مراجع يشتغلون بالدواجن عزيز، هذه ما أول مرة أسمع بي. شنو مراجع يشتغلون بالدواجن؟ ماذا تقول في أبو حنيفة النعمان؟ عزيزي رأيي منشور تقدر تراجع. ما هو رد الحوزة على الشيخ الغزي؟ عزيز هاي حوزة، أما هذا الغزي ما يعتبر شيخ، هذا لو اعتبر بشرا المفروض احنا نراجع أنفسنا ونطالب بأن نكون جنس آخر غير البشر. إذا عد الغزي بشرا فالمفروض احنا نروح نطالب بتغيير جنسنا، نتحول إلى جي آخر. وهل الغزي بشر؟ يا شيخ الحيدري تسبب بتشيع كثير من الناس. عزيزي الحيدري الآن تسبب في ضياع كثير من الشباب، بل حتى ملحدين صاروا بسبب التشكيكات بالمقاطع مالته الآن. واضح؟ أنا عندي واضح. شنو أهم مؤلفات السيد السيستاني تنصحنا بيها؟ عزيزي شنو تنصح؟ إذا روح رسالة العملية مال السيد، أما بقية كتب السيد هي كتب للمتخصصين، شو تسوي بها أنت؟ ما هي شورى الفقهاء؟ عزيزة شورى الفقهاء هي نظرية من نظريات ولاية الفقيه العامة، يقول بها السيد الشيرازي. كتب الشيخ المياح من تكمل راح نعلن، ما نحتاج كل ساعة واحد ينبهنا، هذا دور وكل شيء على الدور، احنا ما نغير الدور على مود كل ساعة واحد يسأل. لأن ما عنده مؤلفات، الله يشافي.